المشكله الوحوش اسرع من الواحد الكبير. ايه ذاك ياسر. وين؟ علي تجي سوا. اه ايه حمود وفلح. اكسر عليه. ايه هيا طخيت بيها من الساعه. هاي عاشتي لي. ذاك يا تخلى ارمي لك طلقه عمود اجيبه. بس خلى صاد. اجي له راح. اي جاي يجي. لا يجمع في بيت يمي بس اريد اجيبه. مودي ديباري. اي لا مو كلش بس اريد. وين هاي عنكبوت خراب يومه؟ جاي تعرف ما يجون يعني مو من يمي ما وانا مع اليوم وما يجوني والله يجون بس عليك بس العناكب انا اقول لك العناكب اللي ما لها دخل بالرمي اللي ما لها لا دخل بالمدى بس خلي الناس الصوت شوي يقعدوا الجهاز جبتهم جبتهم علي هذا اني عناكب النعم تطلع على اهل تشن اوه عنكبوت كبير اجي لا يا الله ها عنكبوت كبير هذا يمي هسه وقت تعلق العنكبوت كبير اقول لك هذا يمي قاعد حمودي كلش صراحه حرامات تلوته بس ما عندي سكت. بس هو هذا فاضي شو؟ شو عاملين جد بهذا؟ وحسه جاي يخترب؟ لا شي جاي يخترب من ترمي الطلقة خليه تجي علينا الطلقة اذا ترميه هناك يبتعدون حتى ويروح وياهم ايه تعال ولك تعال ما سيطر عليهم اذا اجوا يمك. اي هم يجون عليك ما يدخل. ما يدخل يجون عليك هم.
قصدي ما اشوف السكوب، السكوب هذا كلش مو زين مارتك. ودي جورك دي رسارات ترى ادي بجاكيت اليوم فوت طلع فوت طلع ما يختلف هذا شبي يو عشان زبايد هاي دوب يمك هذا كم يوم وين راح هذا يا حمود جاي يركض اه وعلي جاي يركض على الدخانة ويجي هل حياه الله رجع للدخان قاعد يستحي لا شوف الجسد يا جسد اختفل أبوالي جسد ولك هذني مخدرات جيت خراب يومهم خلوا دول المخدرات قد يتمن ايش سوى المخدرات واحنا نريد كده ما يجي ما يجي الكلب ما يجي طينقره هناك ما ادري حسب النقره هسه اجيبه هاي انا جاي مش مو ترميني عذر 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 ايه ايه راح ارجع راح ارجع تقابل يا ايه جاي افتربي جاي افتربي ها شخلص على بالسيارة جاي شوفي جاي شوف غير مكتوب مستمعين عليك هسه وما لي دخل اي اي مستعد انا بالسياره لابس واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشرة دعش معش لا نحش أب ما بشر ما جاي يشوف 15 نحش أربعين ذولي ما
هاي بخر. عليك. هاي بس هذا بس هذا كذي. هذا ينفجر طبعا. اعطني عنكبوت شيبي ديبايك لحظة هذا كتلي. يلا راح اطب لي الغيمة والله راح اطب لي الغيمة. عن جروحك لحظة لحظة ما جروح انا. اي ما اقدر ما اقدر. السيارة ما ادري فلشت هي. طز بيها. بس هو وين اريد اندله وينه؟ وين راح؟ ذاك ياتي 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 وين راح وين راح وين راح وين راح 28 9 قتلت قتلت موت 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 كفو حمودي هسه اصفر اصحى يمي اوقف لحظه بس خليك تنعي او ما علي يلا يلا ما علي انا قال لي نايس كل عافيه واحد من الواعي قال واحد نايس كل عافيه سباع مو طلع سيفك لا سمع بي كلها قرأت نكتنا ايه واسمعنا طلعت ايه انا اسمع انا كنت انت طلع ايه شوفوا لازم كل قصة لازم بيها واحد ينعنس وان خلى شرح الوحيش لا يختفي اوقف تضو تضاتي لاتي بس خلى الشرح وينه هو هذه يا تعال تعال ولك تعال 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 ما غشيت لوت بس وقف خلي لوت البقية ولك زباي ايه ايه خلي اقول له هذا بنزين انتظر لحظه خايفه يوم اه خليك تلوم خليك تلوم قولي وقفت اللعبة وقفوا براحش بعد صار على السيارة انا قلت له قلت له قلت له شلون قلت قال شلون شنو الدرع المستخدمينه انا اكل آه. قال شنو الدرع المستخدمينه انا اكل وها فوق قلت لا والله سلاح عادية بس انا كان يكون ورا صاحب وانا شبعت هذيك قلت ما رضى ينزلني ليش؟ اي مو جثث جواك هسه خلي فتشيشن ايش شلون اسمه ما يدخل؟ اسس هسه خلص. هسه ما قاعد تنزل؟ وقف خليني اقصص لك.
انت لا شقف جيفت خاطر الله اوه 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 لقيت شارح لك هسا ما اقدر؟ ما اقدر بعد هاي عناكي بس عن والدي هيك اشتروح من البريج؟ سيد ويك خاف وين حاضن انه ابو شو اسمه نزل الادمن قرار قال طقت شو اسمه وقف في لحظه جاي شرح جاي شرح هذا هذا الدب هذا لقيت هذا الدب خوي هذا الدب ها نزلت؟ شنو ايش عنده ما عنده والله وائل هواي شغلات هسه شوفن بس هاي العناكب الناعمه على ابوها يا ابو شرف بس ولا والله من شقاق الاول اه الله شقاق الاول المكان اي مش شق الحلق ما يحاكيني اطق بيه ولا كان يمي عين علي كنت اي اي انا بس انا شنو المشكله صاير وي ذول الوحوش وما اقدر اشوفه يعني انا جبت حتى كنت بالوحوش بالغلط واخو قلت لهم اخو لكم اخو اخو خلي واخو